استعدادات التطمر في الجولي هو ايجابي بحكم انه اللاعبين بعد الانتصار اللي حققنا خارج ميدان المولودية الوجدية فاعتقد ان اللاعبين تقوا في نفسهم انما حاولنا ما امكن باش الثقه ما تكون زائده خلينا في ما هو معقول. استعدينا المباراه اللي صعيبه تنواجهوا فريق اللي صعيب داخل الميدان ديالو خصوصا في ارضيه الميدان اللي تنعرفوها مصالحها انه تمارس فيها ولكن خصنا نتعاملوا مع هذا المعطى هذا عندنا لاعبين اللي قادرين انهم يلعبوا في ارضيه ولو انه شويه صعيبه مي غادي نحاولوا نلعبوا بالامكانيات اللي تخلينا نحققوا نتيجه ايجابيه ونتمنى نكونوا موفقين. الكل يعرف بان وداد فاس يعني تعاقد مع مدرب جديد بعد المشاكل التي كان يعاني منها المدرب القديم، هل تتوقع بان وداد فاس ستلعب بطريقه مغايره عن باقي الطرق التي كانت تلعب بها في السابق؟ اولا تنتاسف للرحيل ديال عمر حاسي اللي صديق وكان لعب عندي كلاعب في فريق وداد فاس والمدرب المساعد ديالو عبد الرحيم شكيرات اللي الان هو اللي ماسك زمام الامور حتى هو كذلك كان من اللاعبين ديالي نتمنى لهم حد اوفر. ما تنظنش غيكون تغيير في الطريقه ديال اللاعب كبيره بحكم انه الملعب ما غاديش يساعد لا فريق وداد الرياضي الفاسي لا فريق اتحاد طنجه انه اللي غادي يعرف يتعامل مع الكره الثابته اللي غادي يعرف يتعامل مع ارضيه الميدان يمكن هو اللي غادي يقدر يحقق نتيجه ايجابيه اكثر من انه يتعامل مع الخصم فما تنظنش غيكون شي تغيير كبير. بالنسبه للانتقالات موسم الانتقالات على الابواب هل السيد امين بن هاشم يفكر في انتدابات معينه؟ ممكن يكون جوج انتدابات عكس اللي كنت نسمع انه الناس يطالبوا خص يجيو 6 خص يجيو 7 راه عيب فريق متصدر بحدود دوره 10 ب 26 نقطه انه يجيب 6 ولا 7 ديال اللاعبين حشومه ما تيتقبلهاش المنطق فالانتدابات ما غتكونش بشكل كبير ما تنظنش غيكون فقط جوج ديال اللاعبين وغيكون الحاق 4 ديال اللاعبين من فئه الشبان من الفريق. الجزء الاول من البطوله 10 مباريات مرات فريق اتحاد طنجه متصدر هل يعني كيف تتعامل مع المرحله القادمه؟ هو كيف دائما تنقول انه اللاعب خصو يكون دائما موتيفي خصو يكون عنده هدف قريب المدى اللي يخليه يكون متحمس باش يلعب دونك الا جينا وحطينا هدف على 30 دوره فتيبان صعيب انك توصل ليه ولكن ملي تيكون عندك هدف على مدى 5 دورات كاين واحد الهدف خصك توصل ليه 5 دورات ثانيه هدف خصك توصل ليه دونك تتبقى دائما ديك لا موتيفاسيون عند اللاعبين وهذا اللي تنحاولوا نخليوه دائما باش اللاعب يبقى في العطاء ديالو يبقى دائما متواصل لانه الان عندنا هدف في هاد 5 ديال الدورات خصنا نوصلوا ليه دونك ماشي شي حاجه اللي هي بعيده قريبه 5 ديال الاسابيع تتبان اللاعب انه ممكن يوصل دونك حنا ماشي بهذه الطريقه مقسمين الموسم الى مراحل كل مرحله فيها هدف خصنا نوصلوا ليه وهذا اللي تيخلينا الحمد لله ماشي في واحد الخط اللي هو تصاعدي. الان الانديه الاخرى التي تلعب ضدها تحت طنجه دائما يعني تحط واحد الضغط معين على الفريق لانه يعني متصدر وتتجه لخطط مثلا خطط دفاعيه صرف كيف يتعامل السيد محمد امين بن هاشم هذه الطريقه؟ هو ممكن تلعب مع فرق اللي تلعب بطرق دفاعيه ممكن تلعب مع فرق اللي تلعب بطريقه دفاعيه ولكن متقدمه تيجيو عندك دونك هنا تيبقى لا رياكسيون ديال اللاعبين رده فعل ديال اللاعبين داخل ارضيه الميدان رده الفعل ديالي كذلك لانه ملي تكون لاعب ما تتعرفش ضد اللاعب لانه ما تنعرفوش هاد الفرق ما شفناهمش تتشوفهمش في التلفزيون شاك سيمين وتتعرف الطريقه ديال اللاعب ديالهم فيمكن تتفاجئ هنا تناخذ واحد 10 ديال الدقائق تنعرفوا الطريقه ديال اللاعب ديال الخصم تنعرفوا نقاط الضعف ونقاط القوه وتنحاولوا نتعاملوا معها سواء كان دفاع متقدم او متاخر سواء لعبوا بطريقه هجوميه فالحمد لله التركيبه البشريه ديال اتحاد طنجه فيها لاعبين اللي قدروا يتاقلموا مع عده طرق ديال اللاعب فما عندناش تخوف من هذه الناحيه هذه ونتمنى انه اللاعبين يكونوا دائما لانه اللي تنطلب هو انه اللاعبين يكونوا في التركيز ديالهم فإلا كانوا دائما مركزين فربي ما يخيبناش. واحد النقطه دائما يعني كان ينادي السيد امين بن هاشم هو النقل التلفازي الان سبق لاتحاد طنجه ان اللاعبين في كاس العرش معنا ذات بركان وتم تسجيلها يعني هنا نقطه يعني ايجابيه بالنسبه للمدربين الخاص يعني هل السيد امين هاشم يعني يضطر الى تغيير مثلا طريقه اللعب الى الخطه يعني من مباراه الى مباراه ام ان الامر عادي بالنسبه له؟ تنظر الان اصبحنا كتاب مكشوف بحكم انه المباراه ديالنا تنقلات في التلفزيون وجميع الخصوم شافونا وعكس انه حنا ما شفناهمش حنا ما تنعرفوهمش هما تيعرفونا دونك على الاقل هو لما تيوجد المباراه ديالو طيله اسبوع تيعرف مع من اللاعب وتيعرف الطريقه ديال اللاعب ديالك وتيعرف الكره الثابته كيف تتنفذها والدفاع كيفاش تيكون دونك هما عارفين ما عندنا ما نديرو هذا معطى خصنا نتعاملوا معاه دونك علاش تنقول تركز على التركيز لانه
الا كنا مركزين ولو انه الخصم يعرف الطريقه ديالنا وعرفنا كيف تلعبوا فيمكن لنا انه نفوزوا عليه، وهذا اللي تيخليني نحط اللاعبين دائما انه تكون لا كونسونطراسيون ويكون الهدف اللي مسطر خصنا نوصلوا ليه نركزوا حتى نوصلوا ليه وان شاء الله يكون بكل خير. بالنسبه للهدف وكسؤال اخير، يعني دائما تصرح وتقول بان اتحاد طنجه دائما يلعب على البقاء، الان الفريق متصدر وبثمانية نقاط، هل الهدف تغير شيئا ما مثلا المنافسه على الصعود؟ مازال، لانه 26 نقطه راه مازال نقدروا نطيحوا، ولكن نهار دير 34 نقطه حسابيا ما طيحش، دونك الوقت اللي ندير 34 نقطه ديك الساعه نصرح شنو هو الهدف الثاني اللي غادي نلعبوا عليه، انما حاليا الهدف الاول والاساسي هو نوصلوا للسقف ديال 34 نقطه. يمكن كاين اللي تيشوف انه تيقول لك لا ما يمكنش هذا تيتفلى علينا، كل واحد ياخذها كيف بغى، مي على الاقل انا عندي في العقد ديالي اهداف عبر مراحل، المرحله الاولى نوصل 34 نقطه يضمن الفريق البقاء ديالو، من بعد نصرح نقول لك الهدف الثاني اللي غادي نلعبوا عليه اللي غيكون الاساسي. شكرا جزيلا لك. شكرا.